يا ميت، اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا استاذ غسان. هلا. ايه سيد غسان، ما قلت لي انت شو مصلحتك الاساسيه؟ انا بلشت متعهد حفلات ولسه عطي نفس المجال وبتاجر بالعقار انا وعتاب. يعني عتاب قلب الدرة على ايدك؟ اخ بشير، ما بضل قصة التوتر كلياته، بالنهاية عتاب بضل اختك، ما هيك؟ بلا، عتاب اختي. وينها؟ انت متأكدة انه جاي يصالحني؟ جاي يذبحني؟ لك عم بمزح معك، مجنونة انت. لو ما كنت متأكدة 100% ما بجيبه لهون بإيدي. هي ترابي قلبي حيوقف يا سكر. استهدي بالرحمن وقولي يا رب يا رب يا رب يدخلك يا رب.